عصبية يوصف ويؤكد رفض الأهالي استخدام أراضيهم وممتلكاتهم من قبل ميليشيا حزب الله. هذه الميليشيا طالما قادت أن تتحصن بمنازل المدنيين وراء الأطفال والنساء والمؤسسات المدنية لتحمي نفسها. اليوم كانت الرسالة واضحة من قبل أهالي منطقة عصبية أنهم يرفضون أن يتم استغلال أرضهم، أن يكونوا زروع أو زروع بشرية لميليشيا حزب الله، يرفضون إقحام لبنان واللبنانيين بحروب إيران مع إسرائيل، ويريدون أن يبقى لبنان خارج هذه المعادلة. فما حصل اليوم ايضا يكشف ان الامر مختلف تماما عن ما كان يحصل في العام 2006 بين الحرب بين لبنان او بين ميليشيا حزب الله واسرائيل، حيث اعطى او سلم المدنيون بيوتهم منازلهم للحزب الاحتماء بها. اليوم الحزب منبوذ ضمن هذه البيئه. ايضا راينا الى جانب عصبية ايضا راينا حركه نزوف كثيفه من قرى الحدوديه بالجنوب، وهي ايضا قرى ذات طابع شيعي، ما يدل ايضا حتى الطائفة الشيعية ترفض أن تكون أيضا يعني دروع بشرية بمواجهة حزب الله. تركوا منازلهم وأرزاقهم وغادروا مناطقهم أولا خوفا من أن يكونوا ضحية هذه المواجهة العبثية التي ليس لهم أي علاقة بها، وثانيا هي رسالة لحزب الله أنهم لا يريدون البقاء معه والصمود وإعطائه البيئة الحاضنة.